واسمحوا لي مشاهدي الكرام، على اجتماع الحكومة الأسبوع بينضم لي عبر الهاتف سعادة السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. يا سعادة السفير أهلا وسهلا بيك، مشرفني بالتأكيد. أهلا يا فندم. أهلا بيك. أهلا وسهلا. لفت نظري النهاردة وأسعدني كلام رئيس الوزراء على ترشيد الإنفاق الحكومي، ده شيء محترم جدا في الوقت اللي بتعيشه بلدنا دلوقتي، تفاصيل أكتر يا فندم. يعني هو الحقيقة ده كان أحد النقاط اللي أثارها السيد رئيس الوزراء اليوم في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة. يمكن تحدث في أكثر من نقطة، منها ما يتعلق بتيسير إجراءات الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مشروعات الصحة والتعليم، أكثر من موضوع. ولكن هو أشار إلى أنه يجب أن يكون هناك يعني جهد متصل لترشيد الانفاق الحكومي، بحيث انه في بعض البنود ممكن الاستغناء عنها او انه ممكن يعني توفيرها من السوق المحلي او من مكونات مصرية، بحيث انه تكلفة الحصول عليها تبقى افضل. طبعا هناك شراء مجمع في الحكومة المصرية في كثير من البنود، وده بيحقق الحقيقة وفرة في السعر، ويعني حسن تنظيم وحسن يعني تناول هذا الملف، بحيث انه هذه الاحتياجات يتم وفاتها لكل الوزارات بشكل مجمع وبشروط ومواصفات ماليه وفنيه افضل بكثير. ده شيء محترم بالتاكيد يا فندم، يعني هيعود بالخير بالتاكيد على بلدنا لما الحكومه المصريه ترشد انفاقها في الجزئيه دي، وبالاخص الحاجات اللي احنا بنستوردها. الجزئيه الثانيه اللي كان بيتكلم فيها رئيس الوزراء وهي ان الحكومه نجحت في انهاء 21800 مريض على قوائم، طبعا نجحنا في علاجهم على قوائم الانتظار. الأعداد كبرت، ليه كبر حجم الأعداد يا فندم؟ الأعداد كبرت لأنه البرنامج مازال مفتوح، البرنامج لم يتم التوقف به، مازال العمل به، ومازالت حالات يتم تسجيلها، ومازالت هناك موافقات للعلاج على نفقة الدولة يتم تسجيلها، وبالتالي البرنامج المفتوح، وهناك جهد مستمر. يمكن احنا تم الانتهاء بالفعل زي ما معالي رئيس الوزراء اشار من القوائم اللي كانت موجوده، واحنا يمكن تعدينا هذا، ولكن نظرا لانه ما زال هناك احتياج فالبرنامج ما زال مفتوح. وزاره الصحه لا تزال تعمل في هذا البرنامج من خلال عمليه غرفه عمليات، وبالتعاون طبعا مع اكثر من جهاز. كبر حجم الأعداد اللي بتقبل على المشروع ده بالتأكيد هو ثقة من أهلنا الكرام في هذه الجزئية، في قوائم الانتظار، وإن احنا نقضي عليها، فده شيء محترم بالتأكيد بنقف عنده. النهاردة برضو السيد رئيس الوزراء شهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية وكمان جهاز تنمية المشروعات بخصوص مبادرة مشروعك، علشان تساهم في تقديم التيسيرات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المتناهية الصغر. المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أعتقد أنها شيء مهم جدا في بلدنا، دعمت بلدان كبيرة للغاية زي الصين أنها تكبر وتكون بالحجم اللي هي وصلت ليه. كون أن احنا في بلدنا ندعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكمان المتوسطة، فده شيء على الطريق بالتأكيد، تفاصيل أكتر يا فندم. طبعا حضرتك أشرت إلى موضوع مهم، لأنه مذكرة التفاهم اللي تم توقيعها اليوم هي بتهدف الى ان يكون في تضافر الجهود بين الوزاره والجهاز، وزاره التنميه المحليه وجهاز تنميه المشروعات. مبادره مشروعك يعني بتحقق هذا التكامل بين اكثر من جهه بدعم الصناعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر. احنا نعلم جميعا طبعا انه هذا الموضوع بيحظى باهميه لدى الدوله في أكثر من جهد، وبالتالي كان مهم توحيدها في جهد واحد. الوزارة كانت أطلقت المشروع القومي للتنمية المحلية المجتمعية البشرية، مبادرة مشروعات لتمويل الشباب من عن طريق الشباك الأخضر لخلق فرص عمل في عدد من المجالات، وإتاحت تمويل لازم ليهم. ومن الناحية الثانية الجهاز أيضا كان لديه خطة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. طبعا ده بيفتح المجال لمشروعات في مجالات يمكن ما كانتش موجودة من قبل كده، بيدعم فرص الشباب ان هم يكون عندهم مشروعات مدروسة ومدروس اسلوب تمويلها واسلوب تنفيذها، بحيث انه وايضا التمويل ممكن يبقى متاح، بحيث انه يبقى الخدمه متكامله وبتقدم للشباب فرصه حقيقيه
انه يقدر يحصل على مشروع وتساعده في انه يطور هذا المشروع وعلى مدار فتره يمكن يكبر ويبقى مشروع افضل. جزيل الشكر سعاده السفير اشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. بالتاكيد شيء محترم للغايه ان احنا نشوف في بلدنا الاهتمام بالجزئيه دي، نشوف الدول الكبيره مشيت ازاي، كبرت ازاي زي الصين، ونمشي في نفس الاتجاه، مش هنعيد اختراع العجله مره تانيه. هناك في قرى بحالها موجوده علشان يعملوا زراير، في قرى بحالها مخصوص علشان يعملوا صاموله، علشان يعملوا ابسط الاشياء اللي احنا ممكن نبص لها انها يعني بتفاهه، لكن الشيء الصغير ده جنب الشيء الصغير ده جنب الشيء الصغير الثالث بتعمل كيان، بتعمل حاجه. وفي ناس اعتمدت وعملت من نفسها من المشروعات متناهيه الصغر اصبحوا دلوقتي مليارديرات موجودين في الصين. يا رب نمشي على نفس النهج ده ان شاء الله ونشوف بلدنا احسن في الفتره اللي جايه.